سنة صف ترجيم سويت حالي تبعت المحارم وحطيتها بالفوم وبعدين حطيت الزبدة برضو بالخيوط. أنا اسمي حمزة، أنا بالصف الثاني الجيم. سمعت مرتبان جبت عملت حطيت عليه خيوط وحطيت من فوق عليه من فوق. أوكي. الصف الثالث أنا عملت هاي، جبت جريدة ظليت ألففها، بعدين جبت البخاخ وعملت كل واحدة باللون الذهبي، بعدين جبت السيركة ولزعت وعملتها على شكل صحة زي هيك وحطيت جواها شبع صغيرة. السلام عليكم، اسمي قيس. اليوم سويت هذا المنظر، فكرته انه او الادوات تبعته جبت مرتبان وليجو شخصيه، والليجو حطيتها جوا المرتبان جوا القطاي عشان ترتفع الشخصيه، وحطيت الشخصيه بالسيليكون، بعدين حطيت مي بالبرتبان وبريء، ولما احركها هيك بصير بريء يتحرك فيه. اسمي ادم صف، انا ثالث باء. وانا اسمي سما، احنا توأم، وانا برضو ثالث باء. احنا اخذنا عجل ولونا بثلاث الوان، ازرق وابيض واصفر، حطينا بلاستيك من تحت عشان نحط التربه، بعدين حطينا الوان، وبعدين احنا عشان ما يخرب الوان ما تصير نحط من دون حطينا التراب. كانت علبة حليب لفيتها بشريط لونه ذهبي وحطيت هاي الشغلة الحمراء عشان تكون زينة، وكتبت اسمي هون، وخزقت الشغلة بالسكينة عشان يكون محل بدي احط فيه مصاري، وهذه هيك تزيين، وبقدر افكها هيك عشان اشيل مصاري واروح اشتري. مرحبا، انا اسمي دين بردشي، الصف الثالث باء. عملت اسمي كنز الماضي، صفي من ثالث باء. أنا عملت جيتار، استخدمت بوكال، استخدمت حبل ومدرتس. أنا صفي الثالث جيم، عملت هاي كاسرة ألوان عشان الألوان ما يضلوا مكركبة. أول شي جبت ثلاث أوراق لزقتهم فوق بعض بالصمغ عشان لزقتهم فوق بعض ثلاثة عشان تكون سميكة وتحمي الألوان. جربت القاعدة أساويها بالورق بس ما زبط، رحت جبت قطعة بلاستيك ماما عطتني إياها لزقتها بالقاعدة عشان تحمل الألوان، وجبت شرايط ملونة بنفسجية لفيتها وجبت شريطة ملونة لون زهري وساويتها على هذا الشكل بالزيارة. صفي ثاني كثير، عملت كاسة عشان أحط فيها ألوان وأشياء، جبت كاسة ولزقت عليها شريط وحطيتها التعليقة، من هيك بقدر أحط الحوائج. اسمي جميل، أنا صف الثاني، عملت كان عندي عادة لبن فاضي، حطيت خزقت الجوا وحطيتها أول خطوة، وجبت سكينة وجبت سكينة وزقتها، وهي كانت عندي. لا اسمي سند، صانع البيت من ورق كرتون، وكمان أنا صانع بيت في شوية شبابيك. صنعت حي ورد من عند كتب الأب، عطينا فيها ورد إيمان صراحيل،
أعواد بوصة ملونة وكرتون. أما ميد يزرعها مصنوع من نص عصير. أنا اسمي عمر الجداد، صفي ثالث بان. سويت عنكبوت من الصحن، قصيت هون صحن وقبسته عشان يطلع زي هيك وزي كده، وحطيت هون العيون. عملت صاروخ من بتبسي صفي ثالث ألف. عملت من الكرتون وهيبة حليب ورتبت معي حصان اسمه محمد قطامي. أخذت كرتون وقصيت الكرتون وجبت ألوان عشان ألون. جبت قمر. وعمري 8 سنين. وأبنى الصف الثالث دال. عملت إعادة تدوير علبة الذرة وحطيت عليها إشي زي فوم. مرحبا، اسمي أنس، أنا بالصف الثالث دال وعمري 9. عملت علبة صغيرة باستخدام الفوم والعيون، وخليت سيدي هون عشان تصير سخينة. مرحبا، أنا اسمي ريماس وعمري 9 سنين، وأنا بالصف الثالث دال. طبعا أنا شفت إعادة التدوير، شفت كرتونة كانت عندي وزينتها بالأشياء هذولا وبشغل. Thank you.
الثاني وعمر الثالث وجبنا كرتون وقصينا. مرحبا، انا اسمي عمار بصف ثاني الف. سويت بيبي بول. هاي البيبي بول اول شيء استعملنا المرافق، واستعملنا عصايات البالون، واستعملنا شبكة اللعبة البوكسين، واستعملنا كرة بيسبول، كرة البيسبول، واستعملنا كمان عشان نجرب تبع التجلد، وحطينا هون، واستعملنا قلم صغير. يوسف محمود يوسف الشيخ، صفي ثاني ألف. بعدين جبت فوم وجبت هاي دوات الكيكة حطيت فيها اشي، بعديها جبت تاني واحدة رزقتها، بعديها اسمي خاص وانا صرت تاني باء. هذا تبع القصدين وهذا تبع الاخوان، هذول مضاف. قطعت هذا المضاف تبع راس وأنا بصف ثاني باء. صنعت هذا الشيء من علبة ومن عيدان دكتور. اسمي آسيا واسم شعب صفي دال، وأنا اليوم صنعت هذه من عيدان خشب. رميت منها ساعة وحطيتها مع علم، خليت الأردن بعديها ركبناها مع بعضنا، طلعنا شيء سبعة. صفي تاني جيل صنعت كرتونة ذهبية وكرتونة كمية، حطيت فيها أشياء. اسمي حليم، صفي الثاني دال، صنعت هذا الشيء من كرتون، هنا أقلام، هنا ألوان، هنا ورق بالرايز، هايلايتر. اسمي جد، صف ثاني جيم. هاي صنعت من عند الكنيسة، جبت ورق غلاف وحطيت عليها صورة. اسمي جد طيب. ثاني جي صنعت حجولة من كرتون وحطيت سيديات وحطيت عليهم صور من كي جي والصف الأول، وحطيت يعني أنا بحب MMS وحطيت هون بالجليتر هيك سويت لون زهر. وشعب التجيب أنا سويت حصان، أول شي نجيب البيت من جلس، بعدين حط فيها هيك شيء مع زينا بالمجلس. صفي ثاني دال وعملت هدى، هي مصنوعة من كرتونة وورقة وطارد مي و
أنا اسمي رمي وصف الثاني جيم. أنا أحب أدرس أحط فيها شوكولاتة وأسمع بالتكرار. صفي ثاني ألف، عملت هدول من الإكسسوارات ما كنت أستخدمهم، لأن ليش سويناهم؟ بمساعدة ماما. كان في سي دي لزقنا عليه أشياء وحطينا عليه القلب. كان عندنا هدول الحذايا ما كنا نستخدمهم فعملناهم على شكل خزائن. زيادة